سؤال حلقتنا في ملاعب الأبطال النهاردة: ما هو الفريق الذي تتوقع تألقه في دوري السيدات كرة اليد هذا الموسم؟ تعالوا نشوف الإجابات. جبريل بيقول نادي سبورتينج، أحمد سرور بيقول الفريق الذي أتوقع تألقه في دوري السيدات اليد إن شاء الله الزمالك، عبد المنعم هاجر بيقول الأهلي. ثلاث إجابات مختلفة: سبورتينج، أهلي، الزمالك، وشيء جيد يعني الآراء منقسمة مين اللي ممكن يؤدي بشكل جيد. أتمنى السنة الجاية نلاقي الأهلي كالعادة يؤدي بشكل جيد، الزمالك الوضع يكون أفضل بعض الشيء، سبورتينج دايما بيكون في رياضة نسائية بالتحديد في الباسكت بول والهاندبول من الفرق المميزة جدا جدا، نتمنى أن هما السنة الجاية برضو يكملوا على نفس الشكل ونفس التألق.